رئيس مجلس القيادة وعضو المجلس الزبيدي ومجلي يشاركون في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة. الوزير العكبري يطلع على التحديثات في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن. محافظ حضرموت يقف على التحضيرات النهائية لمعرض حضرموت الدولي للكتاب. السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة نستهلها بخبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي الذي شارك ومعه عضواء المجلس عيدروس الزبيدي وعثمان مجلي في الدورة الافتتاحية للدورة 79 وكذلك العامة التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة نيويورك. ويضم وفد بلادنا إلى الدورة الحالية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع زنداني ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، وسيلقي فخامة الرئيس في وقت لاحق الخميس كلمة بلادنا إلى الدورة الأممية التي سيتطرق فيها إلى مستجدات الوضع الوطني ورؤية المجلس والحكومة بشأن فرص تحقيق السلام الدائم والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس ورئيس الدورة الحالية للجمعية فيليمون يانغ التي تنعقد هذا العام تحت شعار عدم ترك أحد خلف الركب والعمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة. استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي ومبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى بلادنا تيموثي ليندر كينغ. وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع اليمني في ذلك التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. كما استمع فخامة الرئيس من المبعوث الأمريكي إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة لخفض التصعيد في اليمن والمنطقة، وتطرق اللقاء أيضا إلى الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني المختطفين لدى الميليشيات الحوثية. ناقش اجتماع موسع لقيادات وزارة الصحة العامة والسكان ومديرية العموم لمكاتب الصحة بالمحافظات المحررة برئاسة الوزير الدكتور قاسم بحابح الأوضاع الصحية في المحافظات والتحديات التي تواجهها جراء انخفاض التمويل. كما ناقش الاجتماع تراخيص مزاولة المهنة الطبية وتسعيرة الخدمات الصحية، واستعرض الوزير بحابح الوضع التمويلي للقطاع الصحي وجملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لوضع المعالجات اللازمة لتجاوز الآثار المترتبة على انحسار التمويل للقطاع، داعيا الجميع إلى الاعتماد على الذات وابتكار الحلول لضمان تقديم خدمات صحية يحتاجها المواطن على أن ترفع كل محافظة برؤيتها للحلول. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب مع وفد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد يوست مولمان ومسؤول البرامج أرنيه زيميسوس الاحتياجات والتوجهات للمرحلة الثانية لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في بلادنا. واعتمد اللقاء أهمية دور الاتحاد كشريك رئيس في دعم المشاريع التنموية والإنسانية في جميع أنحاء العالم، وأشار الوزير باذيب إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع في تحسين الأداء المحلي، موضحا أن المرحلة الثانية ستسهم في بناء صناعات الأدوية المحلية مع القطاع الخاص، داعيا إلى تقييم دقيق لمشاريع تأهيل المهارات وتطوير قدراتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية. تفقد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري بالعاصمة المؤقتة عدن فرع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن وحدة المنصورة، وذلك للاطلاع على التحديثات التي أجريت أخيرا. وكان في استقباله المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور فارس السقاف والمدير العام لفرع المؤسسة في عدن رمزي العطفي وعدد من مديري الإدارات والمختصين بالمؤسسة. وطاف وزير التربية خلال جولته التفقدية بأقسام وحدة الطباعة بالمنصورة مطلعا على التحديثات بالمؤسسة ومستوى الأداء والعمل في الفرع، ومدشنا في الوقت ذاته البدء في خطة الطباعة الجزء الثاني للعام الدراسي 2024-2025 للميلاد. وأشاد وزير التربية بمستوى الأداء في فرع المؤسسة بعدن
والتحديثات التي أجريت أخيرا مشددا على مواصلة العمل بوتيرة مرتفعة مع وضع الخطط والبرامج المستقبلية التي من شأنها أن تسهم في تحديث مطابع الكتاب المدرسي وتطويرها باعتبارها مؤسسة إنتاجية وطنية يجب الحفاظ عليها. اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بماضي على التحضيرات النهائية لمعرض حضرموت الدولي للكتاب المزمع إقامته بمدينة المكلا عاصمة حضرموت نهاية شهر ديسمبر القادم. واستمع المحافظ بحضور الدكتور عبد الله حسين البار إلى شرح من السكرتير التنفيذي للمعرض محمد محماس حول تحضيرات الشركاء التنفيذيين الهيئة العامة للكتاب ومؤسسة حضرموت للثقافة لإقامة المعرض الدولي في حضرموت بإشراف مباشر من السلطة المحلية. وأكد المحافظ بن ماضي أهمية التحضير الجيد للمعرض مشيدا بجهود هيئة الكتاب ومؤسسة حضرموت للثقافة لإنجاح هذا الحدث المعرفي الثقافي النوعي الذي تشهده حضرموت بفضل ما تنعم به من استقرار. ناقش محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بماضي اليوم بالمكلا مع الأديب القدير الأستاذ الدكتور عبد الله حسين البار الواقع الأدبي والثقافي وسبل الارتقاء به، إبراز الرصيد الثقافي الأدبي الذي تختزنه الذاكرة الأدبية لحضرموت. وجرى في اللقاء مناقشة جوانب تفعيل النشاط الثقافي وأسهام النخب الأدبية والأكاديمية المختصة في إثراء الشأن الأدبي وتعزيز الهوية وحفظ التراث الثقافي الحضرمي. وأعرب الدكتور عبد الله البار عن تقديره لاهتمام المحافظ بن ماضي بالواقع الأدبي والثقافي وحرصه على الالتقاء الدائم بالمثقفين والأدباء ومناقشة جوانب تطوير البحث والتوثيق لتاريخ حضرموت. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة رطبة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا، فيما تشهد أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع تفرق لبعض السحب ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا مائلة إلى البرودة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة جافة ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة جافة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة وعضواء المجلس الزبيدي ومجلي يشاركون في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة. الوزير العكبري يطلع على التحديثات في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن. محافظ حضرموت يقف على التحضيرات النهائية لمعرض حضرموت الدولي للكتاب.
ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة. في أمان. في أمان.